كما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقية عدد من قادة القوات المسلحة إلى رتبة الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كل من لواء أحمد سعد علي الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لواء أركان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، لواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم 19/1/2023.